السلام عليكم، مساكم الله بالخير من البصرة، حياكم الله. طبعا اليوم ما طلعت مكان أبدا، في الفندق نايم لحد الساعة 6 المغرب، الحين طالع معزوم مطعم حلو في البصرة وعندنا كذا شغلات حلوة إن شاء الله. و الله يحفظكم. وهاي شنو هاي؟ هاي البصرة حلوة بأهلها، والبصرة ما شاء الله دائما منورة. سبحان الله، كل ما أجي البصرة أحصل في تطور في تطور في تطور. الله يسعدهم يوفقهم يا رب، وإن شاء الله نشوف العراق في تطور دائم بإذن الله. مثل ما رحت الفلوجة وشفت الشوارع وشفت المحلات وشفت أشياء جديدة، كذلك رحت الموصل، تطور تطور. عمراني الحمد لله رب العالمين، يستاهلوا أهل العراق والله بأمانة، والله يحفظهم يا رب. هذا مطعم راقي كلش في ورق عن في البصرة، اسمه ورق عنب، كلش راقي، كلش مرتب، كلش كلش على قولة العراقيين، كلش كلش. هذا المطعم اسمه صح ورق عنب، ولكن يقدم كل الأكلات، كل شيء يقدم، كل شيء، ما بس يعني معناته انه ورق عنب، ولا لا، يقدم الأكلات الشرقية والغربية وكل حاجة. مرتبين وناس محترمين كلش، الله يسعدكم. شوفوا جماعة الخير، هذه مقبلات فقط، المقبلات مالتهم هالعراق عبارة عن معنى في عمان أو في الخليج وجبة دسمة أساسية. شنو هذه؟ ما أعرف. شنو هذه؟ ها نعرف. بعد في حاجات دولمة، وين هالدولمة حبيبي؟ تعال. هذه الدولمة العراقية الأصلية اللي هني راح تلقاها، أحلى دولمة. إذا جيت العراق وما أكلت دولمة أنت ما جيت العراق أبدا أبدا أبدا. فزوروا ورق عنب، يستاهلون. الله 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 الله. اما هذه ما عرفت ايش هذه، كيكه سويد محشي ما اعرف. يا جماعه انا اكتشف اكلات غريبه عجيبه بصراحه، كبده بالرمان هذه اول مره اشوفها. نحن الان في قلب الحدث، اوكي. اذا بصراحه بصراحه العراق فيها قائمه منيو مليون وجبه. هاي شنو هاي؟ هاي لحمه كرز. لحمه كرز شيء بعد ما خليته. وهاي بطاطا كرز بعد. هاي بطاطا طلبنا. الله يحفظكم يا رب. بصراحه انتم خوش ناس. الله 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 الله. شنو هذا؟ شنو هذا؟ انه خاصه بس للخطاب. الله يسعدك يا رب. كل الحلفين ما شاء الله يا جماعة، اللي يجي العراق يزيد وزنه. اي والله. وعلى فكرة انت احلى موظف. على راسي، كل الهلا بك. الله يخليك. حياكم شباب، الحين دخلنا منفذ صفوان، منفذ الحدودي العراق الكويتي. بنمشي كالعادة مشي، وبعدها ان شاء الله طيارتنا الساعة 11 مطار الكويت. حاليا اذان الفجر. يعطيكم العافية. الحين خلصنا من منفذ العراقي. طبعا تيجي تمشي وتجلس هني في الاستراحة، يجي باص يشلك يوديك وين؟ داخل عند الجوازات مال الكويت. يعني احنا الحين تعدينا الشبك العراقي، دخلنا الكويتي، بس تنتظر هنا لحد ما يشلك الباص. فعاد يجي يشلك الباص هنا لحد اخر شبك، خلاص عاد يجيك التاكسي يوصلك المطار. شوية يعني متعب، يعني شوفوا هذا التوقيت، هذا التوقيت ما حلو. الفجر الباص قليل تحصله موجود، بس في النهار يمكن يكون رايح جاي على حسب المسافر.
الأجواء حلوة والله. تبص ضخمة ودي أرجع أرتاح في العراق. الشعب حلو، الشعب حلو، وإيش أسكرين. لا 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 لا، بتطلع الشمس والباص ما وصل. يلا الحين مرت نص ساعة، أنا جالس أشوف على هالكلاب حظهم مرتاحات. استغفر الله، حظهم مرتاحات. يا الله ما ينتظرن لا باص ولا محزن. تأخر الباص، تأخر الباص كثيرا، والوشق بدأ يظهر. الوشق والشفق وش يسمى وشق، ما أعرف يسموها، يسموها يم الوشق بيكون الوشق يحيد حيوان. الشفق، شفق ولا وشق؟ واحد أخبركم أهم شيء الباصية. خلصنا من منافذ، الحين طلعنا من منفذ الكويت. نشرب لنا لبن، ننتظر على التاكسي اللي بيوصلنا المطار. كل حياتنا انتظارات.